ايه اللي ممكن يخلي الناس توصل لمرحله الزواج لو هي مش حاسه بالامان اصلا؟ حقيقي في حد ذاته ما هي من الاول العلاقه باينه انها بايظه. عظيم، بس الثقه المفرطه والزائدة عن الحد برضو مش صح. ده مش تشكيكا فيكي، ولكن هو خوفا عليكي من العالم الخارجي. أنا بخاف على شريك حياتي من العالم الخارجي، لأن أنا عارفة الإنسان اللي معايا، فأنا منحته الثقة. عشان كده بقولك أول حاجة أنا لازم أعترف. طب أنا بالنسبة لي أنت يعني أنت جيتي اعترفتي لي قلتي لي يا هدى أنا بغير عليكي وكذا، أنا المفروض دوري أنا هنا إيه؟ المراعاة، المراعاه والتقدير لمشاعرك، وان انا اعمل لك حساب، وان انا اخاف ان انت يعني هيجي عليك وقت كده هتحس ان انت ايه، انت لفتت نظري مره والثانيه الثالثه انت مش هتلفت نظري، انت هتاخد اجراء. يبقى المشكله فيك ولا المشكله فيا؟ المشكله فيا لاني لم اخذ مشاعرك على محمل الجديه. هو الفكره هنا ان انا ببقى مقدر اني انا الانسان اللي قدامي ده بيتعامل بمشاعره. هو الغير عباره عن ايه يا جماعه؟ ما هي حب. طب هل انا محترم الحب ده؟ بس امتى الغيره تتحول الى نوع من التقييد؟ يعني هو جميل جدا الشعور ده، انا بتضايق مثلا ان جوزي بيعمل كده، او يعني مثلا طريقه معينه او غيره، لكن ده ممكن يخلي الحياه ما بين الاثنين فيها شك مستمر، فيها نوع من التقييد، ما فيهاش حريه. تمام، امتى الشعر هنا ما بين الغيره وما بين التحكم الزائد؟ احكمها ازاي ما بين الطرفين عشان تبقى في علاقه فيها ثقه متبادله ما بينهم؟ طيب تمام، مثلا زوج ومدير في شركه والسكرتيره بتاعته بتصبح عليه الصبح، انت فطرت ولا لسه؟ المدام عملت لك الساندوتش بتاعك ولا لسه؟ طب انا كمدام المفروض اعمل ايه؟ لما انت بتسالي جوزي انت فطرت ولا لسه؟ طب انا اعمل ايه؟ ابقى حسنة النيه وابقى عارفه كويس قوي ان احنا بنشتغل مع بعض المفروض 8 ساعات. هقول لك على حاجه، احنا نازلين بس نشتغل. عشان في زوج كان جه قاعد معايا وقال انا قاعد مع مراتي ولقيت بنت صاحبتي بعت لي ازيك يا حبيبي، فثانيه واحده بس اكون حسنة النيه حاجه بايز. ولكن مش تمام. الافراط والتفريط، ما هنا بقى المفروض انا كزوج اراعي المراعاه، ان انا اخلي بالي. مش معنى كده هي الست اللي قدامي دي انها تثير المشاكل، ما يجيليش مسج ولا في البيت، لا اخلي بالي من الانسانه اللي معايا دي ان انا بعمل لنفسي حدود. على فكره الحدود بتحمينا من اي مخاطر على فكره في الدخول، فاحنا ليه واحترام شعور الاخر؟ يعني وبعدين أنا الغيره شيء عظيم، اللي بيضايقها وايه اللي بيضايقني، فبالتالي عظيم. نحترم السيده عائشه رضي الله عنها مش كانت بتغير على النبي؟ النبي لما جه وقف كده قال ايه؟ غارت امكم. هو شعور صحي وجميل، لا نصل لدرجه الفطور ولا لدرجة الغليان والشك. ما احنا دلوقتي في ما بينهم شعرة، امتى فعلا احس ان انت بتقيدني وان انت بتقيديني؟ لما تبتدي تتحكمي وتتجسسي وتراقبي وابقى انا شغلك الشاغل، يفتح باب المشاكل. طبعا استاذ هدى، في بعض الاحيان هناخد بقى الصورة العكسية. في رجال او ستات يقول لك انا مش في دماغي موضوع الغيره ده خالص، وكاني انا ما يهمنيش الموضوع. تمام، وانا ما بغيرش، كانه نوع من القوه يعني، سواء للمراه او الرجل. أو الثقة المفرطة، فيقول لك لا أنا الغيرة دي أنا مش في حساباتي، مش في حساباتي أصلاً. الشعور العكسي تمام، اللي هو مفيش خالص غيرة، شايفاه إزاي في العلاقة ما بين الزوجين؟ بصراحة بص، عشان ما نظلمش الشخص اللي ممكن يكون بيتكلم بيقول لك أنا ما بغيرش، طب هو أنت اللي قدامك ده مديك صلاحيات وأمان قوي للدرجة دي، فأنت مرتاح قوي في العلاقة لدرجة إن أنت ابتديت تفطر وان انت بقيت تحس ان بنوع من انواع البلاده، ولا هو فعلا ثقه زائده واللي قدامي منحني الامان الكامل فانا بقيت مطمئن؟ الامرين فهنا نقيس بقى. طبعا في فرق. هل انا شاعر بالاطمئنان من ناحيتك، ولا انا ما بقتش بحبك؟ ايوه، وهناك فرق. رصيد الحب بقى، وفي فرق بقى بين الغيره. الست اللي بتبقى دايما عايزه تسيطر، يعني انا مثلا واحده من الناس، انا ممكن اقول لزوجي والله لو صاحبك هيطلع رحله وعايز تغير جو غير جو، ودايما اقول لكل ست كده. الراجل محتاج مساحته الشخصيه يتنفس، لان كل ممنوع مرغوب. وانت جيب العصفور كده وحطه في القفص، هيبقى عايز يطير، عايز تطير امشي براحتك، الباب مفتوح، باب القفص تعالى في اي وقت، ممكن ما يمشيش اصلا. طب ايه اللي خلاني اخرج مع اصحابي؟ ايه اللي بيخليني عايز اسيب البيت واقعد على الكافيه ولا على القهوه مع اصحابي؟ هل انا جو البيت والتحكم والسيطره هو السبب؟ ايوه انا مقيده، انا متسلسل. لكن لو الست اللي معايا بتديني ثقه، بتديني امان، بتشعرني بالاحترام وهو عنصر قائم لكل العلاقات، اي جدار في اي شيء في الدنيا خاصه في العلاقات الاحترام. طب انا احترم مشاعرك، لانك لو اللي قدامنا بنحترمه ونقدره صحيح، يعني هو حاسس بغلاوته ونحتوي واحترامه طبعا وقيمته ونراعي هو. طب الفكره ان احنا نراعي بعض.